silence will begin and then on the referee's whistle. في هذا اللقاء. هذا هيغوين 7 سنوات مع ريال مدريد 14 دقيقة، وتوقعت مشاهدة الهدف الأول، التسديدة وردة الفعل من العملاق الإيطالي بوفون، سقوط على أرضية الملعب والمحاولة الأخطر أمامنا في هذه المباراة، التسديدة لاحظ مع المعروفة هي التي تتوج باللقب بمحاولة يوفنتوس، ولكن الكرة مرت بهذا الشكل من اللاعب العائد من الموسم القادم مهما يحدث من أمر، لأنه حاليا نتي تورينو وصلت الكرة في الجهة اليسرى، التحول بهذا الشكل من محاولة الحاضرة، كرة في غاية الخطورة، المرور والتقدم من هاري كين، يفقد الكرة لأن التغطية مباشرة على هاري كين، المرور الأول كان خطير للغاية لمصلحة لاعب من أصول تونسية سامي خضيرة، بكرة خطيرة لعبت ولكنها سددت ومر، كما نلاحظ الآن هاري كين اللي يتقدم يمر يحط الكرة ولكنها تضيع المحاولة الأخطر لمصلحة هاري كين، يسجلهم في تورينو. هنا التعادل هدفين، يوفنتوس التقدم إلى الأمام، المرور من كوستا، دوكلاس كوستا، السقوط على أرضية الملعب، الطليان يبون ضربة جزاء، سامي خضيرة يبي ضربة جزاء، كلهم راحوا لحكم المباراة البولندي مارتشيني. أول تحولت حلوة اللقطة حلوة، وتأتي التسديدة الثانية بتقدم آخر والرأسية ولكن يرفضها بوفون، والحصار الذي يتواصل الأقرب لتسجيل الهدف الأول. وصلت الكرة إلى داير، يسدد يتمكن منها حارس المرمى بوفون، صعبا على بعض الفرق، وصلت الكرة في الجهة اليسرى انلعبت ولكن سدد وتحولت إلى ضربة ركنية في عملاق آخر يظهر في هذه اللقطة اللي هو كليني، وعجبني الكوري الجنوبي سون هيون ضيرة، والتقدم إلى الأمام والرأسي للتحول إلى ضربة مرمى لمصلحة يوفنتوس. محاولة وتقدم وكرة سريعة ولكن اعتقد فيه راية، بالتالي إلى حالة تسلل، تلقى 3 أهداف من ضمن هدفين والتسديدة القوية أيضا يتمكن منها بوفون، تسديدة من آلي اللاعب، تسديد الهدف الأول في هذه اللقطة الخطيرة، الكرة والتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هاري كين يعني في المونديال الروسي مع المنتخب الألماني، الكرة تحولت، شاهد المباراة أيضا بكرة خطيرة جدا، التسديدة ولكن تمر بسلام، والكوري الجنوبي لا زال متألق، اللي فيه انفراد وتسديدة ومرة أخرى، يا الله تحولت بهذا الشكل، جول 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 للكوري الجنوبي، كان له ما أراد، والأعمال